تعرفوا على أزواج وأعمار وجنسيات أبطال مسلسل كاسر عظيم، وشاهدوا حقائق ومعلومات لا تعرفونها عنهم. قبل مشاهدة الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. الفنانة كاريس بشار. ولدت الفنانة بتاريخ 16 فبراير عام 1976. عمر الفنانة حتى الآن 46 سنة. هي ممثلة تلفزيون سينما ومسرح سورية، تخصصت في مجال الإعلام وانضمت إلى فرقة زنوبيا للفنون الشعبية لثلاث سنوات. اختارها الفنان دوريد لحام للمشاركة في مسرحيته صانع المطر والعصفورة السعيدة، ودخلت عالم التلفزيون من خلال تصويرها مسلسلات يوم بيوم وعائلة ست نجوم والعبابيل. الفنان فايز قزاق. ولد الفنان بتاريخ 5 يونيو عام 1955. عمر الفنان حتى الآن 66 سنة. هو ممثل ومخرج ومؤلف سوري تعود أصوله لمحافظة اللاذقية، وهو خريج المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1981، وقد مثل في المسرح ومخرج محترف منذ عام 1988. حاصل على شهادة عليا في إعداد وتدريب الممثل المسرحي من كلية الروز بروفيلد في بريطانيا، وعلى شهادة الماجستير في الإخراج المسرحي من جامعة ليدز. الفنان خالد القيش. ولد الفنان بتاريخ 11 أكتوبر عام 1977. عمر الفنان حتى الآن 44 سنة. هو فنان سوري من مواليد الجولان، بدأ حياته الفنية من خلال دخوله أولا إلى المعهد العالي للفنون المسرحية في دمشق، وتخرج منه عام 2004. كانت بدايته في مسلسل التغريبة الفلسطينية ملوك الطوائف وغزلان في غابة الذئاب، وفي رصيده عشرات الأعمال الدرامية. الفنانة نادين تحسين بيك. ولدت الفنانة بتاريخ 12 يوليو عام 1981. عمر الفنانة حتى الآن 40 سنة. هي فنانة سورية وابنة الفنان حسام تحسين بيك ووالدتها جورجيا، كما أن شقيقها الممثل ركان تحسين بيك بدأت التمثيل في صغرها خلال مسلسل أيام شامية. خريجة الأدب الفرنسي من كلية الآداب في جامعة دمشق، عملت في الدوبلاج لعدة أعمال تركية، وأيضا عملت في مسلسلات الرسوم المتحركة. الفنان كرم الشعراني. ولد الفنان كرم الشعراني بتاريخ 10 نوفمبر عام 1986. عمر الفنان حتى الآن 36 سنة. هو ممثل سوري تخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية في دمشق عام 2011. تزوج من الممثلة السورية لوريس قزق، والتي تخرجت معه أيضا في نفس العام من أعماله مسلسل الإمام ومسلسل مسافة أمان. الفنانة ولاء عزام.
هي ممثلة سورية بدأت مشوارها الفني عام 2014، وتعرف إليها جمهور المسرح في شخصية جروشة والتي أدتها بمسرحية دائرة الطباشير القوقازية. وهي من إخراج الفنان السوري أيمن زيدان، وبرزت في مسلسلات منها مسلسل فارس وخمسة عوانس من إخراج فادي سليم ودنيا الجزء الثاني وأماكن ووجوه. الفنانة نور علي. ولدت الفنانة بتاريخ 8 نوفمبر عام 1995. عمر الفنانة حتى الآن 26 سنة. هي ممثلة سورية تخرجت من المعهد العالي للفنون المسرحية عام 2018 في سوريا، وقد لعبت دور سارة في مسلسل وهم ومزيد من الأدوار التي جعلتها ممثلة شابة لامعة. عملت في مسلسل أحمر ومسلسل ولادة من الخاسرة ومسلسل هواء أصفر ومسلسل الحرم لك ومسلسل عروس بيروت. الفنان سامر إسماعيل. ولد الفنان بتاريخ 8 يوليو عام 1985. عمر الفنان حتى الآن 36 سنة. ولد سامر إسماعيل في مدينة حمص السورية. والده هو الرسام جمال إسماعيل، وعاش طفولته وشبابه في حي عكرم لينتقل إلى دمشق لدراسة التمثيل في المعهد العالي. في مطلع عام 2017 تزوج من مصممة الأزياء السربية من أصل سوري مايا البكري، وأنجب طفلا سمياه روي. الفنانة نادين خوري. ولدت الفنانة بتاريخ 26 مايو عام 1959. عمر الفنانة حتى الآن 62 سنة. هي ممثلة سورية ظهرت في بدايتها الفنية بعدة أسماء، منها نادية نصري ونادية حمصي، قبل أن تستقر على استخدام اسمها الفني نادين. بدأت مسيرتها الفنية عام 1977 من فيلم الصحفية الحسنة، وبعدها فيلم سمك بلا حسك والزواج على الطريقة المحلية عام 1978، لتنطلق بعدها وتشارك في العديد من المسلسلات. الفنان يزن السيد. ولد الفنان بتاريخ 23 أكتوبر عام 1980. عمر الفنان حتى الآن 42 سنة. لمع اسمه في ملعب كرة القدم السورية كلاعب هجوم، حيث مثل في أندية سورية محلية. انتقل بعد إصابته إلى الفن، حيث ظهر في أدوار صغيرة متعددة. انشهر بعد عرض مسلسل الكوميدي إذاعة فيتامين من خلال شخصية سلوم طيارة، حيث كانت البطولة التمثيلية الأولى له بمشاركة نخبة من نجوم الدراما السورية الشباب. الفنان غزوان الصفدي. هو من مواليد عام 1970. عمر الفنان حتى الآن 51 سنة. وهو ممثل سوري، ولد عام 1970 في محافظة السويداء، وتخرج عام 1996 من المعهد العالي للفنون المسرحية في دمشق، وقام بالعديد من الأدوار المهمة، ومنها قصي في مسلسل ليس سرابا، وحمدي في مسلسل الدبور وغيرها. الفنان محمد قنوع. ولد الفنان بتاريخ 26 سبتمبر عام 1973. عمر الفنان حتى الآن 48 سنة. هو ممثل سوري من مواليد دمشق، وهو ابن عائلة قنوع الشهيرة بدمشق، والتي عملت لسنوات على مسرح الكوميدي دبابيس تحت اسم الأخوين قنوع.
وهو ابن الفنان والمخرج الإذاعي مروان قنو، خريج معهد سياحي وفندقي، عمل في الإعلان التجاري لفترة، وكانت بدايته الفنية الحقيقية مع النجم السوري ياسر العظمة عام 1995. الفنان أيمن عبد السلام. ولد الفنان أيمن بتاريخ 4 يونيو عام 1985. عمر الفنان حتى الآن 36 سنة. هو ممثل سوري ولد بدمشق عام 1985، تخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية عام 2010 وكان الأول على دفعته. بعد تخرجه شارك بعدة مسرحيات، لكن انطلاقته الحقيقية كانت عام 2011، حيث شارك بثمانية أعمال، منها مسلسلات يومية مدير عام وسوق الورق، وتولت بعدها أعماله. الفنانة نانسي خوري. هي من مواليد عام 1992. عمر الفنانة حتى الآن 30 سنة. هي ممثلة سورية خريجة المعهد العالي للفنون المسرحية في دمشق، بدأت مشوارها على المسرح بدمشق. شاركت في العديد من الأعمال، منها مسلسل الندم ومسلسل زوال ومسلسل قلم حمرة ومسلسل العراب وغيرها.